مجيده بوهيه فاعله جمعويه هنايا كانت واجده في هذا الحفل اللي نظمته جمعيه تيزيري للتنميه بإنزكان بتنسيق مع جمعيه التيكواندو لطاح الراس وجمعيه تيدرفيس وجمعيه الجنوب لمرضى القصور الكلوي. هذا الحفل هذا تنظم لفائده هذا المرضى باش نبعثوا في نفوسهم طاقه ايجابيه باش نعطيهم الامل والفرحه والسعاده، لان هاد الناس محتاجين لكل ما هو دعم معنوي ونفسي قبل اي دعم اخر اللي هو مادي، لان عرفتوا المعاناه اللي كيعانيوها هاد الناس، عرفتوا الظروف اللي كيمروا منها، الازمات الازمه الصحيه اللي كيدوزوا منها ازمات صحيه، لان الحصص ديال الدياليز اللي كيديروا بريسك نهاريا نهار لا، يعني راه هذاك الشيء كيكون عنده واحد الاثر كبير لا على النفسيه ديالهم ولا على التقبل ديالهم العيش والاندماج في الحياه. احنا هنا اليوم باش هاد الناس يخرجوا من هاد الملتقى اللي هو تواصلي فيه واحد نوع صله الرحم فيه الدعم، باش يخرجوا بواحد الطاقه ايجابيه وبواحد الافاق مستقبليه، لان الهدف ليس فقط انه يكون الحفل ولكن احنا نمشي معهم في واحد البرنامج اللي هو طويل المدى، ان نوفر لهم فرص الاندماج في الحياه، فرص الشغل باش يشتغلوا، لان بزاف ديال الناس منهم ملي جات الفتره ديال المرض ما بقاوش كيشتغلوا ولاو جالسين حابسين المنازل. حنا بغيناهم يتواصلوا مع الناس، يتواصلوا مع المجتمع، يتواصلوا مع العائلات ديالهم ويخرجوا ويخدموا ويعيشوا بحالهم بحال الناس عاديين. حنا غنواكبوهم وحنا هنا باش ندعموهم، وهاد الناس راه محتاجيننا كاملين، ليس فقط هاد الجمعيات ولكن جميع الناس اللي حاضرين معنا هنا اليوم راه حضروا على قبلهم. اليوم رأينا اننا نديروا هاد الحفل هذا باش نديروا واحد الحفل للناس ديال مرضى القصور الكلوي، كنعرفوا جميع المعاناه اللي كيعانيوا منها، ونقدروا نقدموا لهم غير واحد الابتسامه اللي بسيطه مقارنه مع المعاناه اللي كيعيشوها، سواء المعاناه الماديه المعاناه المعنويه. النشاط كيتكون مجموعه من الفقرات اللي هما فنيه، فقرات اللي هي تكريميه اللي غيتكرم من خلالهم مجموعه ديال الشخصيات اللي اعطوا الكثير في جهه المنسى والوطنيا عموما. اضف الى ذلك انه كاينه فقرات متنوعه بحال استعراض رياضي للفرقه ديال التيكواندو، كاينه مجموعه ديال الفقرات الغنائيه. هذا الشيء كامل يعني الى قدرنا اننا نديروا بصيص امل في نفوس هاد الناس هادو، مقارنه مع المعاناه اللي كيعيشوها، مقارنه مع الصعوبات ديال المرض ديال الدياليز. كنعرفوا كامل انه واحد المرض اللي صعيب، دونك الى قدرنا اننا نزرعوا غير واحد الابتسامه اللي بسيطه في وجوههم، فهذا هو الهدف من هذا النشاط والغرض منه. اسمي عبد الاله وفاق، وانا ابن تاع الحاج العربي وفاق المكرم في هذه الامسيه، والحمد لله الحاج العربي وفاق فرحان بهذا التكريم، وكان ناوي يجي ولكن الظروف الصحيه تاعو ما ساعدتوش، وكنتمناو ليه الشفاء من هذا المنبر. والحمد لله بحال هذه التكريمات وبحال هذه المبادره كتفرحنا وكتفرح الناس القدماء اللي دازوا سياسيا ولا اقتصاديا في هذه المنطقه، والحمد لله فرحانين بهذا التطور، فرحانين بهذه الامسيه. حنان البوالي كاتبه العامه لجمعيه شباب طاباس للتيكواندو، اليوم جينا للحفل الخيري هذا اللي هو تشجيع مرضى القصور الكلوي، والعرض ديالنا هو عباره عن عرض ديال الشباب ديال الجمعيه اللي غادي نوصلوا فيه واحد الرساله لمرضى القصور الكلوي، وان شاء الله نتمنى يكون توصل الفكره ان شاء الله، وغادي يكون تتويج ديال الشباب ديال الجمعيه في هذا النشاط.